على فكرة أنا الشيخ مصطفى العدوي أحبه جدا، يعني له عندي محبة خاصة، وأرى أنه الآن خاصة في وقتنا الحالي في مصر يعد صمام أمان هناك، لأن من المشايخ الكبار ما تجد أحدا عنده ذلك التصدر لتاء الناس و يعني التواصل مع عوام الناس وكذا كشيخ مصطفى. نسأل الله يوفقه.